حقينة السدود بمختلف أنحاء المملكة تواصل منحها التنازلي مسجلة أرقاما غير مسبوقة. أرقام صادرة عن وزارة التجهيز والنقل حددت النسبة الإجمالية في 4092 مليون متر مكعب خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر، مقارنة بحوالي 6370 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية. المواطن لا ليس له الآن دراية بأن المشكل صعب، بأن لاحظنا شخصيا ثلاثة ديال ثلاثة الأمثلة. أولا تدخلوا للإدارة تلاوة الترابية، الجماعة الترابية أو للحكومة، تتلقى بأن في المراحيض الماء تيضيع، تتلقى واحد تصرب الماء 24 على 24 ساعة. من الحمامات تتمشي للحمام، أنا الأسبوع الماضي مشيت للحمام وحاولت نشوف سلوك المواطنين، تتلقى المواطن تياخذ 4 سطولة باش يغسل ديك البلاصة اللي غيجلس فيها، ومن بعد تياخذ 10 اخرين باش يكمل التحميمة ديالو، فهذا ضياع. كنا في واحد الوقيتة الحمد لله الفرشة المائية كانت عندنا على احسن ما يرام، كانت الامطار كتهطل بمعدلات سنوية محترمة، كانت كافية. للاسف هذا توالي سنوات الجفاف اثرت كما قلت سلبا، وبالتالي بات علينا لزمن مراجعة استعمال الماء، مراجعة استغلاله أحسن استغلال وبأحسن طريقة. التقلبات المناخية لا تعد سببا رئيسا وواحدا في هذه الأزمة، فالاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية أدي بدورهما إلى ندرة في المياه. أهل الاختصاص يطالبون بتدبير أمثل للموارد المائية ووضع إجراءات حازمة من أجل إدارة تدبير استعمال المياه وانخراط جدي للمواطن. خصو ينخرط ويدخل في البرامج ديال التعليم، وتكون التحسيس ديال الجمعيات يعطيهم الامكانيات باش يديروا التحسيس، عندهم امكانيات، ونتصنتوا بزاف الاختصاصيين المسؤولين على الاحواض المائيه، الشرطه ديال الماء اللي حنا حيلنا القانون ديال الماء ديال هذه، عنده القانون ديال الماء ديال المغرب راه عنده 27 عام، وهذا خص يكون واحد طريق سيار كبير اللي ما يمكن يديروا غير مناظره كبيره، وديك الساعات عاد كل واحد ما يقول في هذا الموضوع. إجراءات استباقية وبرامج استعجالية تم اتخاذها من طرف الحكومة من أجل التصدي لهذه الأزمة، إجراءات تهم التنقيب عن المياه الجوفية لتوفير موارد مائية جوفية جديدة، ووضع وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، ووضع منصات الضخ لتمكن من استغلال الأجزاء السفلية لحقنات بعض السدود.